المشاهدين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج خطوط بيضاء. إذا انكسرت بيضة بقوة خارجية تنتهي الحياة، وإذا انكسرت بيضة من الداخل تبدأ الحياة. اعمل وهم نائمون، اعمل وهم نائمون، تعلم وهم يلعبون، ادخر وهم ينفقون، نفذ وهم يحلمون. في برنامجنا خطوط بيضاء هدفنا واضح زي الشمس ورسالتنا جميلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. معاكم في حلقة خاصة من برنامج خطوط بيضاء صفوة من خيرة شباب مصر، الدكتور مهران حمدان المعيد بجامعة القاهرة والباحث بجامعة ديانان بجمهورية الصين الشعبية، والدكتورة إسراء محمد لطفي عياد المعيدة بجامعة دمنهور، والمهندس أحمد إبراهيم عبد الحق خريج الجامعة البريطانية ومهندس بترول بشركة هاليبرتون العالمية، والدكتورة ريهام عبد العظيم الليسي الباحثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق. في البداية أتقدم بخالص العزاء لنقابة الأطباء ولجيش مصر الأبيض في وفاة شهيد الواجب الوطني طبيب الأطفال بحوش عيسى الدكتور مجاور الدفراوي، تغمده الله بواسع الرحمات وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان. بالعلم ترتقي الأمم. برنامجنا النهاردة وحلقة النهاردة بتتكلم عن مدمن النجاع. البداية من جمهورية الصين، البداية من ووهان، البداية مع الدكتور مهران حمدان. أهلا بحضرتك دكتور مهران. دكتور حمدان، دكتور مهران، إزاي بقيت معيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر حضرتك على وجودي معاك على شاشة قناة الصحة والجمال. في البداية بقدم الشكر لوالدي الفلاح المصري البسيط السند، وأقدم الشكر لوالدتي على دورها الفعال معايا في مسيرتي التعليمية، والأهل كلهم وكل شخص كان ليه دور فعال في تعليمي أو في وصول المرحلة اللي وصلت فيها دلوقت. البداية هبدأها من الثانوية العامة. تمام. ثانوية عامة مرحلة انتقالية ما بين كلية ثانوية عامة للكلية، دي فترة فعالة جدا وفترة مؤثرة جدا على كل طبعا فترة فيها إرهاق وفيها تعب. بالظبط كده، فكل واحد بيبقى له طموح ان هو يوصل لحاجة. بعد كده هتدخل لمرحلة الكلية، أحيانا ما تبقى ما وصلتش للكلية اللي أنت عايزها. قبل ما أوصل لمرحلة الكلية، الدروب بتاع الثانوية العامة وكل الشباب اللي عندها طموح والطموح بتاعها أول ما توصل للنتيجة يعني بتضرب خالص وتقع. هنا في ناس بتحبط، بيصيبها الاحباط وخلاص بتحس بالفشل وتاخد طريق الشمال. احنا طريقنا طريق النجاح مع الدكتور مهران حمدان. اتفضل. فعلا احنا في مرحله الثانويه حصل معايا دروب كبير. انا طبعا كان نفسي ادخل كليه هندسه. وكنت بسعى لحاجه زي كده، لكن شاء القدر. طبعا الواحد الفتره دي النضج الفكري بتاعه مش عالي قوي، ان هو يكون مدرك باهميه الفتره اللي هو فيها. اهميه الفتره اللي احنا فيها هنشوفها مع الدكتوره اسراء. اتفضلي يا دكتوره. هو انا معيده بجامعه دمنهور. بشكر حضرتك طبعا على اصرار حضرتك ان انا اكون موجوده مع حضرتك في البرنامج، ودي دعوه اعتز بيها اكيد. تسلمي. حاليا في الكليه طبعا هي مرحله 4 سنين بيكون فيهم تعب وارهاق شديد جدا وبيكون فيهم سهر، بس الحمد لله. انا عايزه اتكلم معاكي في الحته دي دكتوره اسراء. حته بتوصلي للكليه، وانا سمعت كتير مثلا كليه طفوله، كليه تربيه طفوله مثلا ما بتعينش معيد. ده في تاني ان فيه ناس بتدعو للياس والاحباط وبتخلي الطلبه في بدايه من اول ما تدخل سنه اولى كده بنلاقي الناس اللي هم الفاشله اللي هم بيحبطوا الناس، بيقول لهم لا الكليه دي ما فيهاش معيدين، الكليه دي مش هينفع ان انت تبقى حاجه فيها. حضرتك وصلتي، عايزك تحكي لنا على قصه وصولك، وتحكي لنا عن ان الكوسه والمحسوبيه مالهاش دور في تعيينك. طبعا ده بغض النظر، يعني انا بنهاجمش الدكتوره ولا حاجه، ده انا بطرح سؤال عليها للتوضيح. هو فعلا لما دخلت الكليه
بس يعني في حاجة عايزة أصححها. اتفضلي. بالعكس، كليتنا عادي بتعين معيدين، يعني أنا كنت متعينة أنا واحدة زميلتي، وحاليا كمان لما بينزل الإعلان بيعينوا ثلاثة كمان، ثلاثة مش ثلاث معيدين في بالظبط. السنة. تمام. الفكرة بقى إن لما بدخل الكلية إن الطالب عليه إن هو يجتهد مش سنة واحدة بس، لا، الأربع سنين الأربع لازم سنين أيوة طبعا بيتعب ويشقى فيهم، لازم الأربع سنين، لأن يعني كل نقدر سنة نقول إن الدكتورة إسراء قصة كفاح وتعب جدا، وكانت ارهاق جدا وسهر، وايام في ايام ما كنتش يعني بنام فيها وكنت غيرك بطبق. كان بينام وانت شغاله طبعا، بس ربنا في يعني الاخر بيكافئ، طبيعي طبيعي. فلما ربنا في الاخر بيكافئك وبتوصل للي انت عايزه، وقتها بتحس قد ايه طعم النجاح حلو وقد ايه طعم ال طعم النجاح حلو ولذيذ. اتفضلي يا دكتوره. اولا انا بشكر حضرتك على استضافتي مع حضرتك في برنامج الصحه والجمال. اولا انا طبعا شيء جميل جدا ان الواحد يكافح وان هو يمشي طريق يكون فيه صعوبات، مليان بالصعوبات والازمات، وفوق ويمر ويتخطى هذه الصعوبات ويوصل للنجاح والحلم كان اللي هو ليكي عايزه. فيديو يا دكتوره عيني دمعت لما شفته، احكي لنا عنه. اولا انا كنت في مناقشه الماستر بتاعي. اولا انا في بدايه اختياري للفيلسوف اللي انا عملت فيه الرساله، انا اخترت هذا الفيلسوف لاني ده ما سبقش قبل كده لاي باحث ان هو يظهر هذا الفيلسوف، فيلسوف مغمور جدا، فحبيت ان انا اظهر هذا الفيلسوف. وطبعا تعرضت لواجهتني صعوبات وازمات كتيره جدا. ابدعتي واظهرت مواهبك جدا الحمد لله بفضل مبدع ربنا. اخر الباشمهندس احمد متعدد المواهب، اتفضل يا باشمهندس. شكرا على الاستضافه الجميله استاذ هاني. في الاول النجاح انك انت دايما بتطور في نفسك وبتسعى انك تتعلم حاجه جديده. يعني انا في الاول كنت هندسه عين شمس، وبعدين حولت الجامعه البريطانيه التحقت في هندسه بترول، وبعد كده خلصت الماجستير في جامعه القاهره، ودلوقتي انا باحث في جامعه القاهره دكتوراه. ما شاء الله عليك، برافو عليك. تمام. بس الواحد دايما في وقت الفراغ بيستغل الوقت ده انه يطور في نفسه. انا عايز استغل وقت الفراغ ده وافك كده من التنشنه اللي احنا فيها واسمع حاجه منك. تمام. فانا في فتره كده اخدت كورس غنى بسيط. تمام. واكتشفت نفسي في الاناشيد شويه، بحب اعمل حاجه هادفه شويه. تمام. فدي حاجه انا هنزلها قريب ان شاء الله. تمام. حاجه عن الرسول اسمها هل صليت اليوم عليه. تمام. ماشي الصوت. هل حقا تشتاق اليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، قولوا صلى الله عليه. عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا إلى العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مع الدكتور إسلام باحث عن العلم، شقى وتعب واتبهدل وساب والده ووالدته، هو وحيد والده ووالدته، وسافر الصين. سافر الصين بؤرة الفيروس، اتحط في أخطر مكان في العالم. نشوف الدكتور مهران. والله كانت منحة جايالي من جامعة جيانان جنود السنة الشعبية. أنا خريج جامعة القاهرة، كلية الزراعة جامعة القاهرة. فخور جدا ان انا خريج كليه الزراعه جامعه القاهره، وسعيت ان انا اخرج منحه اعمل بها اسم لنفسي ولبلدي. هناك في الصين قابلت طبعا تحديات كبيره. هناك النظام مختلف، الطقس كمان مختلف، اللغه الصينيه مختلفه طبعا وصعبه عن اللغه العربيه بتاعتنا. بس هناك في التزام بصراحه، وكان شفت حاجات ايجابيه كتير هناك. عايزين نشوف الايجابيات اللي انت شفتها في الصين والحاجات اللي انت تتمنى
تشوفها في مصر؟ بصراحة شفت أهم إيه حاجة في الصين تتمنى تشوفه في مصر؟ أكتر حاجة عجبتني في الصينيين هناك إن هم جديين جدا، تمام. وقت الجد ملتزمين جدا بوقتهم، وقت الراحة نفس الكلام، وقت مقدس بالنسبة لهم زي ما وقت الجد بشتغل فيه، وقت الراحة بالنسبة لي يعني حاجة. عندهم العمل عمل. بالضبط كده، العمل عمل والراحة نفس الكلام راحة. عندهم هم يعني الديانة بتاعتهم مختلفة عن ديانة الإسلام اللي هي الدين اللي بيدعو للعمل، ومع ذلك نجحوا ووصلوا. بالضبط كده. عندنا المفروض إن احنا كشعب مسلم والشعب يعني متحضر الأخلاق بتاعتنا والديانة بتاعتنا بتدعونا للعمل، احنا لسه متخلفين للأسف الشديد، او مش متخلفين، عندنا مشاكل كتيرة. احنا بنتمنى ان احنا نجتهد علشان نوصل للناس دي. اتفضل يا دكتور اسلام، وضح لنا احنا ممكن نوصل ازاي للناس دي. بالالتزام. بالالتزام. التزام. الوقت. الوقت عامل محدد جدا في تقدم اي امة. الناس دي كانوا بيلتزموا جدا بالوقت. عندهم نقطة مهمة جدا برضو، ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة لازم تكون حاجة أساسية في حياتنا، إن احنا كل يوم لازم على الأقل نمارس رياضة. كانوا متعاونين جدا بدرجة كبيرة جدا مع متعاونين جدا معانا في التعامل، بيحترموا جدا الضيف، وسعيد جدا بالخطوة اللي خدتها بلدنا بعمل بروتوكول تعاون مشترك ما بين مصر والصين لتدريس اللغة الصينية كلغة اختيارية تانية في المدارس بتاعتنا، ودي شايفة خطوة كبيرة جدا عشان ننقل الثقافة بتاعتنا، تمام، وما بيننا وبين جمهورية الصين الشعبية. بصراحة أنا فخور جدا إن أنا خرجت من جامعة القاهرة على جامعة جيانان قسم علوم أغذية. بتمنى إن شاء الله أقدم صورة مشرفة لبلدي كباحث، وأقدم بحث علمي يليق باسم بلدي، وأشرف بلدي في أي مكان أروح فيه بإذن الله. بيتمنى يعمل حاجة تشرف بلده. دكتورة إسراء، طموحاتك وأحلامك وتتمنى تعمل إيه؟ وأنا أصلا داخلة قسم علم النفس عشان أنا بحبه، يعني أنا بحب قسم علم النفس جدا وداخلها عن حب واقتناع. طبعا طموحاتي، أقصى طموحاتي أنا حابة أدخل وأكون في مجلس الأمومة والطفولة. لا أنا أكون من ضمن المشاركين فيه. سمعت منك إن أنت عندك طموح أكبر من كده بكتير. إن شاء الله يعني، وإن شاء الله أحاول أحققه على قد ما أقدر. لا أنا عايز أعرف الطموح طموحك والحاجة اللي أنت بتتمنى توصلي لها. هو زي ما قلت لحضرتك إن أنا أدخل مجلس الأمومة. طب ما نسمعها على الهواء كده. وإن أنا إن شاء الله في دماغي، إن شاء الله بإذن الله طبعا بعد توفيق ربنا، إن أنا في يوم من الأيام أكون وزيرة التعليم العالي إن شاء الله. بتتمنى في يوم من الأيام تبقى وزيرة التعليم العالي إن شاء الله. هل يا دكتورة ريهام لك أحلام، لك أمنيات بتختلف عنها؟ أنا بالنسبة لي الحمد لله طبعا، يعني النجاح اللي أنا وصلت له ده طبعا أولا بفضل ربنا عليا. أنا شخصية طموحة جدا، إن الطموح بالنسبة لي والنجاح ملوش نهاية. يعني أنا كل ما بوصل لمكانة يعني ببقى عندي بيبقى من جوايا إن أنا أوصل لأكتر، يعني أوصل لمكانة. كل ما أوصل لمكانة إن أنا بطمح إن أنا يكون أوصل لمكانة أعلى منها. فأنا الطموح بالنسبة لي ملوش نهاية خالص. النجاح أولا أنا شايفة إن النجاح بالنسبة لي إن الواحد يكون محدد لنفسه هدف، تمام. يبقى عارف هو عايز أهم إيه. أهم حاجة الواحد يحدد لنفسه هدف. نفسه هدف، تمام. يحدد هو عايز إيه وإيه اللي هو عايز يوصل له، تمام. ويبقى عنده الدافع والقوة والإرادة والعزيمة اللي يحطهم في الهدف اللي هو عايز يوصل له. عندك إرادة وعزيمة وإصرار وتحدي هتوصل للي انت عايزه. هتوصل للي انت عاوزه، تمام. وتبدأ تتوقع ان انت هتوصل للنجاح. والتوقع ده اصلا في حد ذاته قانون من قوانين العقل، تمام. ان انت تتوقع ان انت توصل للنجاح، والتوقع في حد ذاته بيجلب معه الانجذاب والحماس، تمام. يبدأ بعد كده الإنسان بيلاقي نفسه ملتزم، إن هو يبقى عنده التزام، حتى لو يعني التزام إن هو يستمر في الطريق بتاعه. الاستمرار في النجاح، إن أنت تبقى مدمن نجاح وعايز تنجح. كل ده هيجي بالخطوات. معانا مع الباشمهندس أحمد، إنسان متعدد المواهب، إنسان عايز ينجح. احكي لنا عن تجاربه. تمام. التجارب اللي مرت بيها الدكتور هنا قالت حته حلوه جدا، اللي هي شكلها قريه تنميه بشريه كتير، اللي هي انك بتحط في عقلك الباطن، انك بتحط في السب كونشس مايند ان انت عايز توصل، وبتحدد هدفك وبتسعى دايما انك تطور من نفسك وبتتجه هتوصل. حضرتك طورت من نفسك بس الوقت ده بتاع حضرتك طورت من نفسك. انا عايزك تحكي التجربه بتاعتك علشان المشاهدين اللي بيسمعونا واولياء الامور والشباب اللي ضايع ده ياخد نماذج مشرفه معانا زي الباشمهندس احمد. اتفضل يا باشمهندس.
طبعا التطور ده بيجي في النجاح، مش كل النجاح طبعا في الثانوية عامة بس أو في الجامعة بس، يعني في ناس بتفشل هنا وبتفشل هنا وبعد كده بيبقوا أنجح ناس وأنجح رجال الأعمال على مستوى العالم كلهم، مش هم مش بيبقى النموذج ده بس، ده نموذج من ضمن نماذج كتير. فالواحد ما حدش يوقفك ويقول لك أنت هتفشل عند النقطة دي عشان فشلت في خطوة، طبيعي إنك تفشل في خطوة أو اتنين، انما الصح انك تستمر عشان توصل لهدفك. بالظبط، يعني لما تتكسر بتقوم تاني. بس لان انا اول ما دخلت مثلا هندسه عين شمس كنت اول سنه نزلت فيها وبعدين نجحت وبعدين حولت الجامعه البريطانيه على بترول. تمام. فما خليتش ده يحبطني او ان انا وقفت عند النقطه دي، بالعكس انا سعيد دايما ان اطور من نفسي. خلصت وحضرت ماجستير ودلوقتي بحضر دكتوراه، بشتغل في اكبر الشركات العالميه، وفي نفس جنب ده انا بحاول شغال في شركه عالميه ما شاء الله. بحاول انمي مهاراتي جنب الحاجه دي. يعني ما وقفتش عند حاجه معينه؟ لا دايما الواحد بيتعلم حاجه جديده، بتعلم رياضه مختلفه، اتعلمت سباحه فتره، اتعلمت سكواش فتره، ما شاء الله. لان الرياضه زي ما هو قال نقطه، الرياضه من اهم الحاجات اللي هو اتعلمها في الدول بره عامه بيهتموا جدا بالرياضه، تصحى الصبح تلعب رياضه. اي رياضه انت مفضله بالنسبه لك، فمدمن النجاح لازم يبقى مدمن رياضه جنب عشان يستمر على النجاح ده. باشمهندس احمد، حضرتك يعني كل الناس في فتره كورونا كانت نايمه، لكن حضرتك اشتغلت على نفسك. في فترة كورونا انا في وقت الفراغ ده، يعني في ناس بتقول ان هو يعني هو سلاح ذو حدين، انك تقعد او تسترخي وما تعملش حاجة وقت الفراغ ده يشدك لحاجة سلبية او حاجة غلط، وقت الفراغ ده انك تستغله بإيجابية جدا وتقعد تستغل الوقت ده. ده اهم وقت انك تتعلم فيه، تقرا حاجة جديدة، تاخد كورس جديد. يعني انا اخدت فيه كورس غنى، سجلت حاجات كتير، كنت بحضر MBA بجوار الكلام ده وما زلت شغال عليها. فالوقت دايما انا بستغله في حاجه ايجابيه، والرياضه طبعا هي موجوده في روتين حياتي. يعني اعمل اعمل وهم نائمون. فانت بتفضل تعمل لحد طول ما انت بتعمل اصلا. انت مزاجك بيبقى رايق والدنيا بتبقى حلوه وجميله، طول ما اول ما بتقف بتلاقي الدنيا معاك، يعني الدنيا ما بتبقاش بتحسن النفسيه. العمل ذات نفسه هو عباده عشان هو بيحسن نفسيه الانسان وبيخليه دايما سعيد بالعمل ده. طب نستاذنكم نطلع فاصل ونرجع تاني. أهدي هذه الرسالة إلى روح أبي الحبيب رحمة الله عليه. كنت يا أبي تدفعني دائما إلى النجاح وطلب العلم، ولقد نلت ما تمنيته لي. فأنا اليوم أكتب باكورة. اليوم أكتب باكورة ثمارك وزرعك الذي زرعته، أشعر وأعلم علم يقين إنك أمامي وخلفي، تحفزني وتدفعني إلى الأمام. لولاك يا أبي ما كان لي شأنا ولا وجود. أينما كنت فأنت سندي وفخري في هذه الدنيا، فكنت الداعم المعنوي والروحي وما زلت يا أبي. كما أهدي هذه الرسالة إلى روح أخي الحبيب رحمة الله عليه، الذي كان له الفضل بعد الله حينما توقفت يوما ما عن إكمال هذه الرسالة نهائيا، فكان السبب في رجوعي إلى إكمالها لولا الله ثم أنت يا أخي لم أكن اليوم واقفة هنا أناقش هذه الرسالة. واليوم أظهر هذه الرسالة متواضعة إلى روح أبي وأخي رحمة الله عليهما، سائلة الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. كما أهدي هذه الرسالة إلى جنة الله في الأرض أمي، الكسر الصاعد بي إلى الجنة، إلى مثل الأعلى، أمي الحبيبة، أطال الله في عمرك يا قرة عيني. أهدي إليك ثمرة قوتي المتواضعة في هذه الرسالة. لقد كنت الباب إلى الله، فدعائك سهل علي الصعاب والهموم. كما أهدي إلى إخواتي. رجعنا لكم تاني مع الدكتورة ريهام. البقاء لله يا دكتورة ريهام، وربنا يصبرك يا رب. رسالة أخيرة منك. وثمرة نجاحي والمثل الأعلى وقدوتي والسبب في وصولي للنجاح ده والمعلم والمربي والدي الأستاذ عبد العظيم صابر الليسي، فيكفيني شرفا وفخرا أنني ابنة الرجل تدق المجالس بطيبة ذكره. هنرجع للدكتور إسلام. طموحاتك وأحلامك كملها. بالكلام عن الطموحات والأحلام، مش هقول كلام أحسن من اللي قاله سيدنا عمر بن العزيز قبل موته. قال إن لي نفسا طواقة وما حققت شيئا الا طاقه لما هو اعلى منه. فهنا الطموح يلزمه السعي. طب نروح للدكتوره اسراء في عجاله كده، ورساله سريعه وكل اللي انت عايزه تقوليه اتفضلي. انا
طبعا عايزه اشكر والدي ووالدتي جدا على المشوار الطويل اللي هم وقفوه معايا، قد ايه هم كانوا في ظهري جدا وكانوا داعمين ليا، وفعلا هم يستاهلوا كل 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 الخير في الدنيا دي كلها. وبشكر جدا الدكاتره عندي في الكليه قد ايه فعلا كانوا بيقفوا في ظهرنا وبيساعدونا، وخصوصا يمكن النقطه دي انا كنت بشوفها في كليتي انا بالذات، يعني قد ايه كنا بنحس ان احنا بيت واحد، وهي دكتور مصطفى، دكتور رحاب، دكتور حسام، دكتور جمال، دكتور هبه، كل الناس دي الصراحه وقفت معايا جدا وشجعتني. وعايزه اقول حاجه اخيره بقى لكل الشباب اللي داخلين مرحله الجامعه حاليا، انه يدخل مش مهم اسم الكليه ايه، المهم هو هيكون متفوق في المجال ده وناجح فيه ولا لا، وما يلاقوش جدا جامعه دمنهور قد ايه يعني انا شعرت بالنجاح فيها، وقد ايه لما تعبت فعلا لقيت نتيجه مجهودي وتعبي، وان هو يعني منتهى الجديه ومنتهى المصداقيه، نزل لنا اعلان عادي وقدمنا فيه وتعيننا والحمد لله. يعني ما فيش كوسه ولا واسطه في تعيينات الجامعات، انا بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عن الجميع. لا خالص والله، ما كانتش موضوع الكوسه ومحسوبيه دي ما كانتش، الحمد لله في الجامعه موجوده عندنا. لا في الجامعه دي ولا في جامعات مصر ولا موجوده؟ لا انا ليا في الجامعه بتاعتي، بس هي حاليا ما بقتش، ما اعتقدش موضوع المحسوبيه في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بقت موجوده، يعني الحمد لله. يمكن كانت زمان بس دلوقتي لا، الدنيا بقت متظبطه عن الاول كتير. انا واتكلم عن جامعاتي بقى ليا جامعه دمنهور، لا حقيقي كان في نوع من المصداقيه جدا، والحمد لله تعبنا والناس اللي تعبت فعلا لقت مجهود، لقيت ثمره نجاح، لقيت لقيت ثمره التعب اللي هي تعبته، وتعيننا الحمد لله بفضل الله طبعا. في نهايه حلقه النهارده بشكر كل ضيوفنا الاعزاء، وبحب اوجه رساله لاهل والاسره الدكتوره اسراء، اطمنوا. بشكركم جدا جدا، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله، دمتم في أمن وأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.